من جديد بنرجع نحن وياكم المشاهدين على حلقه انسايد جيم. وقبل ما نروح لضيوفنا وليد دمياطي وقليم شنتف رح نكون باتصال مع مازن طبارة عضو الهيئه الاداريه بنادي الرياضي ومدير فريق نادي الرياضي. مساء الخير مازن. بونسوار غياس وبونسوار لوليد وبونسوار لإلي. اشتقت لهم لوليد وإلي هن يكونوا بدربي بيروت؟ أكيد هن اللي عطوا هالنكهة لدربي بيروت، يعني بتعرف عطوا كثير للعبة وليد وإلي، وعطوا خاصة لهالدربي عطوا نكهة خاصة. مازن يعني لاعب جديد إيلايجا هولمان، اسم كبير كان بالدور الصيني، عنده أرقام كتير مهمة، عنده برسنتج كتير كبير بالتسجيل، يعني بفوق 60%. كيف قدرتوا وقعتوا أول شيء مع هاللاعب، وهل مصال صحيح أنه هاللاعب بيتقاضى 70,000 دولار بالشهر؟ هلا أول شيء بخصوص مصاري ما بتحبوا تحكوا. أول شيء مصاري ما بنحب نحكوا، دائما نحن يعني عطينا هالصيت صيت غنى، منا زعلانين. صيت غنى ولا صيت فقر منيحة مش غلط. أكيد بس أكيد مش هن هول الأرقام، بس أرقامه يعني أكيد بجت عالي، يعني منه بجت واطي هولمان. هلا تعرف نحن الدوري تبعنا صار يعني له وزنه، والنادي الرياضي لما عم يعمل دورات برا وكمان نادي الحكمة ونادي الشانفيل وباقي الأندية، يعني اسمنا صار معروف كلبنان وكدوري. نعم. وكمان فادي الخطيب ساعد بلعبه بالصين، ف كل هالامور خلت انه عم بيصير عم تشوف لعيبه عم تيجي تحترف بلبنان. يعني انتم وصلتوا لإيلايجا هولمان عبر فادي الخطيب ولا باي طريقه؟ لا لا دايركتلي، احنا مع الايجنت برا. دايركت؟ ايه دايركت مع الايجنت برا. طب مين رح يلعب يوم الاحد؟ يعني هولمان اكيد رح يلعب مثل ما مبين، اول شيء تمرن معكم؟ كيف شفتوه؟ اليوم عنده اول تمرينه، هلا المفروض هو بالتمرينه. في كوتش ديسيجن بعد ما اخذ قراره، صراحه بعد ما اخذ قراره، يعني بدي اشوف هالاسبوع كيف حيتفاعل مع الفريق، كيف حيكون بالتمرين. الدوري الصيني كان يعني دوري طويل، وبلس هو يعني ترك الصين من شيء اسبوع، سافر على سان فرانسيسكو، بعدين من سان فرانسيسكو للبنان، يعني بتعرف في السفر في تعب. في هالاسبوع تنشوف كيف هو حيتاقلم مع الفريق، يعني مثل ما كان عم يحكي الي انه في الكيمستري، بدك ما نضرب هالكيمستري الموجوده بالفريق، يعني نكون كثير واعيين على النقطه، وهذه شغله اكيد بيكسي هو بيعرف كيف يتعامل مع هذا الموضوع. شو محضرين لمباراة حكمة ورياضة يوم الأحد؟ كيف عم تحضروا هالمباراة بالنسبة للجمهور، بالنسبة للاعبين؟ يعني قد ايه مهمة بالنسبة لكم هالجيم معنويا، علما انه انتم ضمنتوا المركز الأول، يعني ضمنتوا الريجولر سيزون. كثير انحكى انه ممكن الفريقين ما يلعبوا بكل قوتهم، لكن ما بدنا ننسى انه الفريقين رح يحملوا نقاطهم معهم لدور المجموعات. نحن كنادي رياضي ما بنلعب الا بكامل قوتنا، يعني هذا الجيم لنا جيم كثير مهم، بنحترم جمهورنا اول شيء، بنحترم جمهور كرة السلة، يعني ما في جيم مثل الديربي انه والله نجي نلعب ومش كامل القوة تاعت الفريق. بخصوص الجمهور نحن حنكون فول هاوس، وان شاء الله نكمل بنفس الاجواء البوزيتيف اللي عم نشتغل عليها صار اكثر من سنتين، وقد ما فينا نبعث تشنجات، لان الباسكت بول يعني لما يكون ماتش رياضي حكمة ليفل عالي وتشجيع حضاري، الكره السله بتصير بوضع احسن واحسن. اخر سؤال مازن، جامار يونغ ولا جيريمايا ماسري؟ انت بتفضل، بعرف الكوتش وراح ياخذ ديسيجن القرار عنده، بس مين بتفضل يلعب، جامار يونغ ولا جيريمايا ماسري يوم الاحد؟ يوم الاحد انا بفضل، هلا بهالفتره مع اصابه جان بفضل جامار. أنا بدي أشكرك مازن طبارة، أكيد بنشوفك يوم الأحد المقبل بلقاء الدوربي.